معي عبر سكايب من الحدود السورية اللبنانية الصحفي السوري أبو الهدى الحمصي. مساء الخير أبو الهدى، ما الذي نعرفه حتى هذه اللحظة؟ نعم، مساء النور. يعني بالأمس حصل ما حصل في بلدة عرسال اللبنانية. اليوم نشاهد اليوم حريق ضخم لمخيمات اللاجئين السوريين. يعني على إثر الحريق أدى إلى وفاة 4 أشخاص على الأقل، بينهم أيضا طفل، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من الجرحى إثر الحريق الذي وقع في قب الياس في البقاع اللبناني. يعني على ما يبدو هناك محاولات كثيرة، في كل يوم تحصل محاولة لإرغام النازحين السوريين بالعودة إلى مناطق النظام لكي يتم تجنيدهم وأخذهم يعني إلى الجيش السوري ليقاتلوا مع ميليشيات الأسد. المحاولات باتت واضحة، بصمات ميليشيا حسن نصر الله أو حزب الله موجودة على كل الذي يحصل للسوريين في لبنان وفي مخيمات لبنان. يعني كل هذه المحاولات باتت مكشوفة وواضحة للعيان. حزب الله يريد إعادة النازحين السوريين إلى سوريا لكي يتم تجنيد المواطنين السوريين أو النازحين السوريين لكي يجندهم ضمن ميليشيا ضمن ميليشيات. طيب الآن عن ماذا نتحدث فيما يتعلق بمخيمات؟ عن أي مخيمات نتحدث؟ عن العدد؟ بالأجواء كيف هي الآن؟ طبعاً نعم طبعاً اللي كانت ضمن الحريق. نعم، يعني بالنسبة للأهالي هناك وضعهم صعب جداً. نطالب الآن كل المنظمات وكل الجمعيات الخيرية بالتحرك لمساعدتهم. يعني أصبحوا بالعراء نتيجة إحراق الخيام التي كانوا يسكنون فيها، بالإضافة أيضا إلى بعض قارورات الغاز انفجرت تماما بالكامل. نشب أدى ذلك الأمر إلى إحراق المخيم بالكامل. قرابة 100 خيمة احترقت بشكل كامل. مناشدات الآن ونداءات استغاثة من أجل يعني تأمين على الأقل مأمن لهؤلاء البشر الموجودين الآن في العراء. شكرا لك أبو الهدى الحمصي، كنت معنا من الحدود السورية اللبنانية.